المهم تراري دابا وصلنا للبلاصه فين المسابقه، دابا تراري غيتقيدوا اليوم وغتعاد تكون المسابقه ما عليناش ان شاء الله. ¿Nombre? 1.69. Okay. El apellido Aide. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. اخي عمر فين شفنا كي جاني شويه حسن كارم يميت شاف شكرا لاي واحد اللي بلاصه عندنا باش يجي يحفز الابطال المغاربه ويساهم معنا في انجاح هذا الحفل. ما غنقولوش عليكم الهضره بزاف، كيف ما كنقول ديما ما جيناش نهضروا، جينا نخدموا. غنخليو الخدمه ديالنا هي اللي غادي تهضر على هذا الايفينمون. قدم لكم الناس اللي غيتكلفوا بستيج، كاين لا ليجوند استاذ العشيري وصحافي طه الهب. نخلي الكلمه الملوك ديال المنصة ونجي التحق بكم. بالمناسبة بالنسبة للأخ عباد اللي كان وقف معنا، شاب طموح، شاب يعمل جاهدا لتغيير هذه المنظومة الرياضية وإصلاح هذه المنظومة والرفع من مستواها على أعلى المستويات. فأشكر كل من ساهم في قريب أو من بعيد في هذا العرس الرياضي الكريم، وما نطولش عليكم، شكرا لكم جميعا. كذلك أشكر الحكام الدوليين سير كارلوس ماتان وشكرا ناسيونال. هذا الشرف لنا جميعا باش نوصلوا بهذ الرياضه الى المرتبه الاولى. تي جيمي الجينات المراكشيه الرهيبه غادي نعطيه واحد الكلمه خفيفه، لان السيد هذا هو اللي كان الشامب نتاع اول ايديسيون تاع دوري الكونتيست واللي كنا دوزناها مع الجنون في الكوفيد. فقط التذكير كانت طالعه طوب ديال الكوفيد وكانوا برا كانوا لي كومبيتيسيون. المغرب اللي كان شويه ضامي الحمد لله، كنا وفينا بالوعد ديالنا وقمنا بلا كومبيتيسيون بعضياتنا بيان سور باحترام كل الضوابط الاحترازيه وكل شيء. دونك خليو كلمه للسي كمال. السلام عليكم خوت، كيفكم هاني؟ مرحبا بزاف. انا احمدي على حساب هذه الكلمه هذه. فشكرا للجمهور هذا كامل. هو حاضر معنا الوحش الوحوش اللي مات في المغرب. سيمو العيب بقينا واحد الكلمه للجمهور، وقبل كل شيء بغيت نشكر واحد اللي هزان بزاف 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 هو الشخص هذا مهدي. بغيت تصفيقه تحرى عليه الشخص الثاني اللي هو الاب ديالي ماشي الكوتش ديالي سي عبدو هلالي.
ما شاء الله تبارك الله مستويات هائله نيفو كان ماشي عالي اليوم. تحياتي لكم وخليكم دائما خدامين لراسكم. حتى شي واحد ما يشحل تيبان لي معنا الوحش المغربي. دونك الهلالي واش كاين شي ابطال في هذه المسابقه؟ واش تفضل. السلام عليكم يا اخوان، تحيه لجميع الحضور، تحيه للاستاذ القدوه ديالنا والطريقه الاولى ديالنا في رياضه بناء الجسم، تحيه للابطال الدوليين اللي حاضرين الجمهور، وتحيه للمهدي عباد على الجوده ديالو اللي كيقوم بها ان شاء الله بحول الله. كاين واحد الدري اللي غادي يطلع ونعيم له اون سيزون. ما يفرح في هذا البلد سعيد هو ان تبارك الله جي تي تري امبرسيوني بلو نيفو ديال الدراري سوا لي ديبيتون سوا الدراري معروفين سوا الدراري اوف سيزون. تحيه للجميع ان شاء الله بحول الله نتقدموا بالرياضه. شكرا للجمهور الكريم، شكرا لكم كاملين الحضور ديالكم والسند ديالكم للموفمون ديالنا. شكرا سي كمال ايت، شرف لينا هذا. السلام عليكم. الحمد لله اللي ولينا كنشوفوا هذه الكونفيت هذه ولا كيتنظموا في المغرب. الفضل كيرجع للسي المهدي الله يكثر من التالف شي 10 مليون ان شاء الله. فنبقاو نشوفوا لي كونفيت كل سيمانه ان شاء الله، والمستوى المستوى غادي كيتطور. الفكره ديال هذه الرياضه اللي كتطور بفضل السي المهدي والناس اللي كيعاونوه ولينا كنشوفوا ابطال كلشي كتشارك كلشي كتسنى الكوبي ديالو. شكرا بزاف اللي خديتي هاد الرياضه موتيفاسيون. شكرا سي شاكيب. بغينا نشوفوا الوليد ديالك اللي جاب لنا كارت احتراف من باكستان. اخوان عندنا كلاسيك فيزيك محترف في المغرب رضا الاخوان. بغينا تقول الناس شنو هو السر ديالك في النجاح ديالك وسر في النجاح في الدومين ديال البادي بيلدينغ. اوكي عطيهم واحد النبضه يعرفوا الناس شنو هو. السكري هو بعض الوالدين. السكري من بعض الوالدين بعض أولا وهذا السيد هذا القام كلا سورة مرحبا خاصم السيد هذي خطر الله المشجعين الأول اللي شجعونا وآمنوا بنا هو السيد هذي. لقنا في واحد الكومبيت عرض علينا وشجعنا وعطانا شي كلمات اللي خلانا نزيدوا قدام. شكرا شكرا لكم بزاف. شكرا لكم شكرا لكم حطوا الدرابو المغربي. شكرا سي شاكيل رضا تبقى تحرى عليهم الله يخليكم. سي سيمو شكرا لك بزاف. شنو السر ديالك بعدا باش بقيتي في هذا الدومين هذا رغم انه شاق وصعيب بزاف؟ اللي بغيت نقول لكم هو لا موتيفاسيون ما كتكونش عندك كل نهار. انا حتى كنفقدوا الامل وكنعاودوا نوضوا لا غدا عاوتاني كنمشيو كنبريني وكنحاولوا نتحاربوا ونتقاتلوا باش نكملوا. حيت الا ما حلمتيش كبير الا ما حلمتيش كبير ما عمرك غادي توصل.
شكون هي ديال العطاء؟ المرتبة الثانية كتمشي رقم 96 هيفا كمل باقيين جوج باقيين جوج أجينا كمل المرتبة الأولى كتمشي سيما رقم 60 ميوزيك تروفي ديال ذا ريل كونتيست مان سيتي فيرست بليس تيجاني بغيت تقول لنا كيفاش هاد الاستمراريه ديالك لان مازال تي تا كومبيتيسيون هذه عامين وكتسوي وانت كتقاتل كنشوفوك كتقرا كتريني فوتبول امريكان تواضع كوتشين 5000 خدمه و 5000 حاجه وهو في البيت معاكم I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. That's the joy. We, we. Let me see some. Cuz, it's cracking, cuz, right there. Talk to me nice, look. Can't be right. Oh, 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 oh.
to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. لا بروميير بلاس كترجع على رقم واحد 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 الجمهور يجيو يصوروا مع الاشخاص ديالنا.
أول مرة في تاريخ المغرب كائزة مالية الأحسن واحد كيدير بوزي أوكي؟ ميغ بوزي غادي ياخد شاك القيمة ديالو 3000 درهم نيميرو 79